أعزائي المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تشاهدون اليوم جالسين تحت ظل هذه الشجرة الجميلة دائمة الخضرة، الشجرة المباركة، شجرة السدر اللي تعطينا أطيب الثمار ولونها هذا الجميل ما شاء الله تبارك الرحمن. أعزائي المشاهدين الكرام، هذا الصنف العرموطي اللي يمتاز بكثافة الحمل، إذا تشاهدونه مثل عناقيد العنب ما شاء الله كثافة الحمل والأغصان متدلية إلى الأرض. طبعا هذا الصنف أعزائي المشاهدين يكون ذو مذاق طيب جدا. أحمد إذا تصور لنا ما شاء الله الحبة مالته صحيح متوسطة الحجم ولكن الثمار مالتها جدا طيبة. انصح السادة المشاهدين يجربون طعم هذا النبق العرموطي، يعني انتم هسه تشاهدونه مجرد بالكاميرا، ولكن لو حاضرين هنا وتذوقون الطعم مالته الطيب. تفضلوا يابا يفوتكم نبق البصرة، يعني طعم ما له مثيل، وخاصة يعني هنا البصرة تمتاز بملوحة المياه مالتها وطبيعة التربة اللي تكون ثمارها أطيب الثمار. وأكيد الكل بس يعني مجرد أنه شاهد، احنا نريدكم تذوقون الفاكهة البصراوية هاي الفاكهة الطيبة. الأغلب يعني مجرد يعني يا إما سامعين بيها أو ما سامعين بيها البعض، ما شايفين هاي الأشجار مثل ما ذكرنا هذا نوع من أنواع العرموطي. وان شاء الله راح نصور لكم الشجره الثانيه العرموطي اللي يكون الحبه مالته كبيره. احمد صور لكم الشجره، خلي يشوفون الشجره بصوره عامه الساده المشاهدين. منا حمودي منا صور، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يفوتكم عيني، يفوتكم النبق هذا العرموطي الطيب ما شاء الله. راح نصور شجرة العرموطي الثانية، راح تشاهدونها أعزائي. أعزائي المشاهدين الكرام، ورجعنا يم هاي الشجرة الجميلة الثانية، هذا النوع العرموطي اللي تكون الحبة مالته كبيرة طبعا والطعم مالته هم جدا طيب، ولكن هذا يكون ناضج انه حتى نقطف الثمار مالته يكون ايضا متاخر النضوج. واذا تشاهدون يعني الحجم، حجم الحبه يكون كبير، حبه كبيره جدا وذات مذاق، يعني تمتاز بالمذاق الطيب والمملوءه بالسوائل ما شاء الله. ونتمناكم هنا موجودين يمنا يم هاي الشجره الجميله. تفضل عيني السادة المشاهدين، هذا السدر العرموطي. وحمودي وضح لنا بالكاميرا للسادة المشاهدين الأحجام ما شاء الله، الأحجام كبيرة جدا. حمودي بدنا نصور لنا هذا السدر العرموطي، صورنا السدر العرموطي اللي تكون حبته صغيرة أو متوسطة الحجم، وهذا اللي يكون حبة كبيرة. شجرة جميلة جدا ورائعة. الجانب الآخر للشجرة، حمودي صور لنا الجانب الآخر للشجرة. أحبتي المشاهدين الكرام، إذا تشاهدون هذه هي الثمار السدر، صنف العرموطي يسمى في دول الخليج بالكنار، في العراق يسمى النبق أو النبق. هذا السدر ما شاء الله كثافة الحمل تكون جيدة جدا. حمودي صور لنا هذا الحمل مالته ما شاء الله،
هذا متأخر النضوج مثل ما ذكرنا، ويمتاز المذاق طيب. لا تلاحظون الأغصان مالتها، هذا الغصن مكسور بسبب كثافة الحمل، وزن الغصن ثقيل يكون يتعرض للكسر بسبب وزن الحمل. اللي تكون ناضجة أعزائي تكون بهذا اللون، الناضج بهذا اللون. طبعا إذا تشاهدونها طعم جدا طيب، وهذا التفاحي اللي ما تبقى من عنده إلا القليل. التفاحي اللي يمتاز بالمذاق الحامض حلو، وراح نجرب طعم هاي أمام السادة المشاهدين. تفضلوا عيني، تفضلوا، لكن تفضلوا إن شاء الله نتمنى أنه الجميع يتذوقون هاي الفاكهة ويمتلكون من هذه الأشجار. تحياتي لكم جميعا من البصرة الفيحاء، أخوكم صادق البصراوي الشمري.